يسأل ويقول: ارتكبت كبيرة وكنت جاهلا، وعمري بين 18 و19، ونذرت أن أصوم لله شهرين متتابعين ولكن لم أتمكن إلا في شعبان، فصمت شعبان كاملا ورمضان كاملا، وأفطرت أيام التشريق 3 وواصلت صومي حتى 3 ذي القعدة، وهذه 3 الأشهر كاملة، وطبعا فصلها رمضان. نرجو الإفادة بكل تدقيق، وإن كان على شيء فوجهوني، جزاكم الله خيرا. صيامك صحيح والحمد لله، وتخلل رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع، لأنه صوم واجب، التتابع لا يقطعه صوم واجب ولا فطر واجب. ما شاء الله. نعم.